خوتنا الاعزاء السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه جديده. الشاب بلال وصلوا الصهد وخرج كيعتذر للشعب المغربي. شاد قول انا كي قلتها له، قلتها له هكا سبونطاني، قلت له اش غادي ندير بها جنسيه؟ هذه هي، ما نجمش انا ما نضمش بلي انا كاع شي دايرين لي في المغرب ونسحق جنسيه. الجنسيه كي تكون في بلاد ما نعرفهاش، بالك تاع روسيا، بالك باش يقولوا عندي دخلات كل شيء. مي انا اقسم بالله العلي العظيم الى في المغرب، كي يكون في المغرب نكون في بلادي تاع صح، نولي نحضر، نولي نحس روحي انا هو، نحس روحي بلي راني من المغرب، راني ما عندي حتى ما خممتلهاش. قلت واحد كان يخدم عقلها غير شويه تاع انا لي 96 ملي بديت بالفستيفال تاع السعيديه، اللي كان السعيديه عادك، اللي كان عادك غير صغير فستيفال تاع السعيديه، وانا في خاطر ناس كازا ومكناس والعرايش وهذه، زعما انت هذه حيله باش انا باش غادي نتفلع المغاربه، زعما بلي انا نبغيكم. واحد كي تبغيه وقلتها، وانا قدام نجي المغرب انا كنت مبلي بالغرب، كنت غيواني، كنت المشاهب جلاله ناس الغيوان الرصاد السيهان هذوك، انا كنت مهبول تاعهم، انا كنت فريمون مريض، كنت نموت على الغيوان، وما كانش واحد سيف عليا ولا قال لي دير ناس هكا بغاو هكا، كاين هذوك اللي يبغوني بزاف بغاو شويه يكسلوها، معليش الناس تغلط كاع. وسيدي كاع ولا انا ما عرفتش كي نعبر كاع، سيدي بالك انا صبري، بالك انا الكلمه قلتها ما عجبتش الناس ولا يا خويا، انا متاسف وانا متاسف وانا متاسف. كيف ما سمعتوا، الشاب بلال وصلوا الصهد نتاع الشعب المغربي وخرج كيبكي وكيعتذر وكيقول انا متاسف متاسف. نتمنى اصدقائي الاعزاء تعطوني الاراء ديالكم في الخانه تاع التعليقات على هذا الاعتذار نتاع الشاب بلال. دابا اصدقائي الاعزاء غادي ندوزو نشوفوا واحد القبيلي اللي طلع في واحد المباشر مع المغاربه. انا قبيلي مقيم عندي 13 شهر وانا هنا في المغرب، من بعد تحب تصورني تسقسيني كيما نقولوها باللهجه تاعنا احنا الجزائريه، باه ما يقولك شو يهضر كي المغاربه، سقسيني ونجاوبك. انا نجاوبك على النقطه هذه تاع علاش الجزائر دارت الفيزا على المغرب. نقول لكم خاوتي الاحرار القبائل وخاوتي اللي زالجيريا الاحرار، علاش دارت وخاوتي المغاربه الحرار، ليه الجزائر دارت الفيزا على المغرب؟ باسكو دوك مؤخرا عادوا عندنا الفضائح بزاف، وعندنا مغاربه، احنا ما عندناش الناس الصناعيه، ما عندناش الناس حريفيه، كاين مغاربه، كاين انا جاو معايا هنا نهار جيت جا معايا واحد 30 مغربي، عندنا الناس من فاس هذوك اللي يخدموا سكيلطاج تاع الجبس المعاليم، حاكمين الفيلات في باب الواد وفي باب الزوار يخدموا، حاكمين لي زابارتومون ناس صناعيه. ديروا الفيزا، الجزائر دارت الفيزا على المغرب بهذوك المغاربه اللي فما، ما يجيبوش الفضائح تاع الجزائر، ما يجيوش يقولوا اي الجزائر راهي سيركوي فيرمي، الجزائر فيها السيده، الجزائر فيها 8000 بيت دعاره، الجزائر فيها الطابور، الجزائر ما فيهاش الماء، بهذوك المغاربه اللي فما ما يخرجوش الفضائح تاع الجزائر، فهمت كيف؟ هذه النقطه الاولى. والجزائر الحاجه الثانيه دوكا سيركوي فيرمي، ربحت العيب مع الدول المجاوره اكل، الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه، ما عندنا خويا لا دوله، ما عندنا لا قانون، ما عندنا لا عداله، عن المخابرات الارهابيه تاع السيرفيس تاع الديور تاع بن عكنون هذوك اللي ظلوا يعتقلوا في الناس، يعني نظام ارهابي اخي، ما عندنا والو في الجزائر. والمالير الحاجه اللي تغيظنا احنا انا واحد من الناس قلبي محروق على بلادي، المالير تلقى شي ناس يطلعوا يقول لك احنا هما شواكر لافريك، باش شواكر لافريك؟ بالثور على الخمسه تاع الصباح دير لاشين على شكاره حليب، تروح دير لاشين على شكاره على بيدون تاع زيت تاع خمس ليترات، باش وكر الله ما يحبوش اللي يهدر الحق. وهذو الناس خويا اللي ما عندكم هنا في المواقع الاجتماعيه، وكل ديروا في بالكم باللي تاع السيرفيس تاع الديرو هذو تاع الديرو هما المخابرات، بكري كانوا مدايرين الدياراس، من نهار قتلوا مدير الامن علي التونسي نحاو الدياراس، دوكا قلبوا الديرو اللي متخرجه من الحرس الجمهوري، يعني لا سيكيورتي مينيتير. احنا اصلا العسكر مسيطر فيها في الجزائر، العسكر هو كل شيء، الحاجه الاولى. وحنا زيدوا ديروا في بالكم ماناش مدين الاستقلال، فرنسا هي الشيكور تاعنا. كيف ما سمعتوا اصدقائي الاعزاء، هذا القبائل الحر اللي كيقول الحقيقه على الجزائر وعلى النظام الجزائري، ولكن بوصبع الزرق ما كيبغيش الحقيقه، دائما خاصو شي واحد اللي غادي يكذب عليه. دابا غادي ندوزو نشوف واحد الكرغوليه اللي طلعت مع اخر ضوا في الراعي. سلام رضوان. تحياتي اختي، مرحبا بك لالا. راك لاباس عليك؟ مازال ما نسيتناش، مازال ما نسيتش كاع الجزائر، مازال تهضر كاع الجزائر. نبغيكم كنبغيكم. 25 مليار يا خاي، 25 مليار شنو غادي ديروا بهم؟ حشومه عليكم. 25 مليار، 25 مليار، احنا 25 مليار احنا ناكلوها ناكلوها غير عندكم، غير ناكلوها.
25 مليار دولار ماشي مليار دولار اوني غيش انا بوكو دارجون نيجيري فاش خدام عندنا البترول حنا عندنا الدراهم عارف حنا عندنا الدراهم الدوان حنا عندنا الدراهم بزاف انا عارفك بغيش فاش خدامه فاش اش خدامه خدامه اطار فين اطار في البنكار اطار في الدوله تاعي عندنا الدراهم حنايا واخا الوزير عندكم الوزير كيشد 1000 دولار اش من غيش واني غيش حنايا والله لا واني غيش علاش اختي ها خويا حنا عندنا الدراهم عندنا البترول عندنا الغاز واش خبرك تبون كيشد قل من رئيس الحكومه ديال المغرب اوفيسيالمون كنهضر على اوفيسيالمون باش غيش عاود فاش غيش السالير ديال تبون من السالير ديال رئيس الحكومه المغربي اوفيسيالمون السالير ديال تبون اوفيسيال ونهضر على اوفيسيال انا مانيش نهضر لك على الرئيس ولا على وزير انا نهضر لك كدوله جزائريه كدوله نقول لك اوني غيش احنا اوني غيش انا بوكو دارجون حنايا الجزائريين والجزائريات عايشين طوب عايشين بيان باغابور ليكم عندنا الضو عندنا الغاز عندنا البترول شنو ماشي عندكم نتوما الضو غادي صايدو كيتقطع ما بقالاش بزاف لا جا رسلوا باش يقلعوا لكم الضو قلعوا لكم الغاز قلعوا لكم اش خلاو لكم ما خلاو لكم والو خلاوك غير انت تهضر بوغ لو مومون غير انت راك تهضر قريب يقطعوا لي الضو تانف 31 قريب واه الضو الحطب والضو بزاف دير الشمع شمعات اييه السلام عليكم سي رضوان هلا فراسك الله يحفظك اختي تبارك كيف ما سمعتوا اخوتي العزاز الكراغلة عندهم نفس العقلية كيتمنوا فوقاش يجي داك النهار باش غادي يقطعوا الضوء على المملكة المغربية دابا غادي ندوزو نشوفوا فيديو اخر نتحدث على طبق من السمك لكن هذا السمك هو سمك الرمل نعم جن على الاقدام في صحراء ولاية ورقلة من اجل صيد سمك الرمال هذا الحيوان الذي يتجاوز طوله 15 سنتيمتر يعد من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض سمك الصحراء يعني ويطلق عليه في الزلقاق ويطلق عليه كذلك الشرشمان يعني على حسب المناطق يعني كل منطقة يعني ما يسمى نروحوا الصباح ما عاد طلع الشمس نلقوه مازال في المقتل تاعو يجينا بسهولة ولا نروحوا في القالة يعود يقطس هنا ويخرج هنا يقطس هنا ويخرج هنا ونتبعوه حتى نقبضه هؤلاء الشباب فضلوا تناوله في قاعده جماعيه وسط ديكور صحراوي مميز عمري في حياتي ما سمعت انا سمك الرمال وموجود في الصحراء الا سمعتوا انتم اخوتي الاعزاء خلونا شي تعليق يعني شاهدوا المنظر هذا العجيب بين الديك والاخ العموري اللي هي معجزه الهيه شوفوا الديك كيف يصيح كيف يوقف الوقفه امامه سبحانك يا إله شاهد المنظر العجيب يعني معجزة إلهية حتى الديك كلها تعيط عليه في أي مكان إن هذا الديك يعني صديق له حتى كي يمشي يكون الديك في أي مكان يعيط عليه يعني كان سر عجيب واللي راه يشاهد في هذا اللقطة يقدر يتصل به سبحانك يا إله واللي راه يشاهد في هذا اللقطة ينجم يتصل بها وعنده الرقم الهاتف تاعه ولا الفيسبوك ولا كاش ما عنده يعني السر في هذا الحوايج يتواصل معه أعلنت مصالح الأمراض العقلية بالجزائر تسجيل أزيد من 1.5 مليون مختل عقلي أو مصاب باختلالات نفسية أصدقائي الأعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى تعطيونا الآراء ديالكم في قناة التعليقات ما تبخلوش علينا بلايك لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه الناس اللي باقي ما شاركوش معنا مرحبا بكم شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في القناه المتواضعه غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله ديما مغرب والسلام عليكم